علي يوسف. يوسف إلى الأمام، مصعب فيونغ المزعج دائما، تألق وأمتع في موسم ماضي، جددت إدارة الأهلي مع فيونغ. حسام للأمام في ظهر بورقيقة، بورقيقة يبعد في مرة أولى خطيرة بعض الشيء، والمخالفة لمصلحة الدفاع الأهلي وتحديدا لطاهر. بعد المشاركة والدخول بين الكوري محمد صلاح، وطاهر بن عامر، هذه المخالفة الماضية في وسط الملعب، وهذه المخالفة الأخيرة، بورقيقة أبعد الكرة بالخطأ والسقوط في تقديم المساعدة في المستطيل الأخضر، والاطمئنان دائما على سلامة اللاعبين. والمخالفة في لقاء اليوم، دائما ملعب درنا فيه الرياح، لكن اليوم الأمطار. ساكو، مصعب، تفتك وتعود، خطيرة من جديد، إفيونغ، خطيرة إفيونغ، يلعب كرة بالعرض، والعودة من جديد من رامي الطالب، هجمة مرتدة تكون لدارنوس، هجوم دارنوس، علي يوسف في الإبعاد إلى الجانبية، يلعب كورتا ويتم رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، أحمد الحاسي في مرة أولى، تعود من جديد، سلامة للأمام بدون عنوان، يبعد الكرة في مرة أولى مجددا، الكرة تكون أسرع من الجميع، لعبها لزوي، زوي في مرة أولى، مصعب في مرة ثانية، الناحية اليسرى فرصة لعب الكرة بالعرض، تلعب الكرة، التصويب، مراد يبحث عن بورقيقة في الناحية اليسرى، بورقيقة فرصة العرضية، يلعب العرضية في مرة أولى، أسكو من جديد، زوي وعماد في المكان المناسب، جرب حظ زوي في تصويب الكرة، لكن عماد رجب، واختبار أول بعد مرور 10 دقائق لحارس دارنوس. ساكو الكاميروني يتقدم، يلعب كورتا لمخلص الماجري، الماجري على الناحية اليسرى يطلب المساندة، يبحث عن الرفاق في مرة أولى، يكسب الركنية، لعب الكورة داخل منطقة الجزاء خطيرة بعض الشيء، مراد والكرة مرت، والضغط الآن من الحاسي، يواصل بورقيقة، يلعب الكورة، من مواليد 82 مواليد طبرق، دخل التحكيم عام 2001 ودرجة أولى عام 2007 ودولي عام 2019. كرة بين هذا وذاك، العودة مجددا، بورقيقة في المحافظة على الكورة في مرة أولى وثانية، ويكسب الجانبية آخر بالكورة، فرصة لعب الكورة، تلعب الكورة، لكن هناك التسلل، تسلل 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 بالفعل، تأخر أفيونغ والانطلاقة، ساكو في المتابعة، أفيونغ يحافظ عليه كورتا ويعود بالكرة للوراء، أزوي أحمد الحاسي، رامي الطالب يبحث عن أسكو، لعب الكرة لوحيشي في مرة أولى خطيرة من جديد، علي دخيل في مرة ثانية، أبعاد من الدفاع، الكرة من جديد، ويس أحمد الحاسي، التنفيذ، التصويب، لا الكوري، الكرة حائرة، ولوحيشي في المرة الأخيرة، كرة أولى، تهديد أول، لوحيشي خروج خاطئ، أبعد الكرة، كادت أن تكلف الكثير والكثير للمشوار الطويل، يلعب كرة للأمام، ساكو بالخطأ، إيتو يصحح الخطأ، طالب والكرة إلى مصعب، يلحق بكورته مصعب، حيشي إلى الأمام، ساكو كرة خطيرة لمصلحة الأهلي داخل منطقة الجزاء، ساكو انتظار، وهذه هي الكرة الماضية، أجوين انطلق، طالت الكرة، المتخصص دائما بورقيقة يلعب كرة على القائم الأول، أسوي في مرة أولى، أسكو في مرة ثانية في الإبعاد، بلعب يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لعب الكرة نحو المرمى مباشرة، تعود من جديد الكرة خطيرة مرت من مكان لأصحاب الدار، صلاح لعب الكرة مرت، صلاح في مرة أولى، بلعب في مرة ثانية داخل منطقة الجزاء، مصعب
دائما. مصعب في الابعاد في الناحيه اليمنى. اسكو في مره اولى خطيره لمصلحه الفريق الاهلي داخل منطقه الجزاء. الابعاد وضرب الجزاء، ركله الجزاء لمصلحه الفريق الاهلي. هذه الكره الماضيه نتابع ونشاهد مره اولى، مصعب في مره ثانيه، احمد الحاسي ننتظر. هذه الكره الماضيه، حوار على الكره بين الحاسي والزوي. سنتابعها ونرصدها. وعماد، عماد وجويني، عماد وجويني، وهذا هدف اول لمصلحة فريق الاهلي. التنفيذ هو الكرة في المرمى، وهذه كرة لزوي في مرة اولى. زوي لعب الكرة بالعرض، مرت كرة كانت خطيرة. تلعب الكرة خطيرة بعض الشيء، افيونغ داخل منطقة الجزاء، تلعب الكرة بطريقة سريعة وبخطأ كبير، كاد ان يكلف اصحاب الدار. هدف ثاني، وهذه كرة ساكو، علي دخيل الى جويني، التصويب بعيدة كل البعد، كرة بطريقة سريعة وخاطئة كادت ان تكلف الكثير لاصحاب الدار. افتكها جويني، وفيونغ لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب لتعود الكرة لدفاع دارنوس. افيونغ للامام الى اكرم زوي، خطيرة بعض الشيء، اكرم زوي مراد في مرة اولى، الابعاد من مصعب في مرة ثانية. بلعب من جديد، افتكاك كرة والمخالفة لمصلحة الاهلي، والكل كان ينظر للكرة سواء لعماد او لاكرم. هو الاصطدام، لاحظ معي الابعاد، يعني الابعاد جاء قبل الاصطدام. هذا هو ردان لدارنوس، هذا التومي من مواليد المونستير. محمد صلاح، كرة داخل منطقة الجزاء، في مرة أولى، في مرة ثانية، مرت بردا وسلاما على مرمى الأهلي. في انطلاقة شاهين خطيرة بعض الشيء داخل منطقة الجزاء، وهناك الراية. والكرة تعود من جديد، التصويب في مرة أولى، وإبعاد في مرة ثانية. أجويني ودخول حامد الثلبة. هذه الكرة الماضية على جبارة، والانطلاقة الماضية من أكرم الزوي. وهذا التسلل على شاهين. بورقيقة فرصة لعب الكرة بالعرض، ينطلق بورقيقة، يواصل الانطلاق والافتكاك من الحاسي، تعود او لم تغادر. وهذه كرة داخل منطقة الجزاء، تعود في مرة اولى، التصويب خليل في مرة ثانية، لعب الكرة احمد الحاسي، والتصويب في مرة اخرى خطيرة، ومراد، مراد لوحيشي يلتقط الكرة. تغيير قادم، وهذه الكرة الماضية. إجبارة يلعب كرة بالخطأ، إجبارة في مرة أولى، في مرة ثانية، مراد يلتقط الكرة